زيارة سريعة قامت فيها النجمة غادة عبد الرازق لبيروت، وخلالها خضعت لجلسة تصوير خاصة. غادة عبد الرازق، نورت لبنان، نورت اوتيل فينيسيا. هي منورة بنفسها. قولي شوي، اليوم ما سبب تواجدك بلبنان؟ عمل ولا سياحة؟ جاي اعمل فوتو سيشن، وقلت طالما فندق فينيسيا رجع فتح تاني يبقى لازم اول ما يفتح انا اجي يعني احتفل بيه، لان انا ذكرياتي كلها فيه. فجيت النهارده وعملته، واتمنى يا رب ان هو يعجب الجمهور. ذكريات غادة بلبنان كتيرة، ومن ضمنها تجربتها بلجنة تحكيم برنامج عرب كاستنج يلي تصور بلبنان. لهيك حبينا نسألها إذا ممكن تعيد هالتجربة. مش أول مرة بتزور لبنان، ما عارف أنت دايما بتكوني متواجدة بلبنان. طبعا وسبق وشي، بس من عدد من المرات جيت على لبنان صورت برنامج عرب كاستنج، كنت بضمن لجنة التحكيم. معقول نرجع نشوفك ضمن لجنة التحكيم لبرامج مشابهة؟ والله أتمنى لو برنامج يعني حلو وكبير وحيبقى في مجالي الفني التمثيلي، طبعا احب جدا. لكن لو في مجال تاني، مثلا حاجة تانية ما تخصش مثلا مجال التمثيل، اكيد مش هتبقى بالنسبة لي مرحب بيها يعني. شكرا يا حبيبتي. شكرا حبيبي. ممكن ابوسك؟ ايوه طبعا يا حياتي. زيارة غادة لبيروت كانت بعد جولة سياحية ضمت عدة محطات. رحنا أماكن كتير جدا، سافرت باريس، رحت إيطاليا، ورحت موناكو، وجيت هنا بيروت، وإن شاء الله برضو الشهر الجاي مسافرة تاني. ف يعني صيف بقى وشمس وبحر. مسلسل تلت التلاتة يلي لعبت بطولته غادة برمضان 2023 الماضي حقق نجاح وانتشار كبير، ولليوم ما زالت غادة عم تحصد أصداء هالعمل الإيجابية. الحمد لله عجب الناس، وكانت الـ يعني الدراما بتاعته جديدة شوية، وأول مرة في حياتي أعمل ثلاث شخصيات، وحاسة إن الناس حبوا المسلسل وحبوا شخصياتي. وأي نعم خد مني مجهود عصبي وذهني جامد جداً، بس الحمد لله ربنا قدرني وعرفت اوصله كويس. وايه اللي خلاكي تبعتي لهم فلوس يا غبيه؟ انا اصلا ما كنتش قادره انام، صعبوا عليا. انا كنت عارفه ان هي اللي بتصرف على اهلها، فبعت لهم فلوس عشان اساعدهم. وبعدين لعلمك بقى جدتها تعبانه جدا وست قاعده. جدتها ست وسخه. هيدا بالنسبة للعام الماضي، أما رمضان 2024 فالقصة خلاله رح تكون مختلفة. 2024 بأي شخصية رح نشوفك برمضان؟ هيبقى شخصية برضو حلوة جدا، ومع كاتب كبير ومخرج كبير، بس مش قادر أقول دلوقتي على الشخصية. في تحضيرات لرمضان رح نشوفك؟ بإذن الله. هيكون مسلسل من 30 حلقة؟ لا 15 إن شاء الله. ما بقاش عندنا حد دلوقتي بيعرف يكتب 30 كويس للأسف يعني، غير لا في طبعا، بس ما بقاش زي الاول يعني. بيبقى عايز اللي يكتبه يقعد سنتين ثلاثه عشان نقبل دلوقتي ان احنا نعمل 30 حلقه، فما بقاش في حد فينا عايز يجازف غير انه يعمل 15 بس دلوقتي. غادة عبد الرازق اسم دايما معرض للشائعات بالوسط الفني، وخلال اللقاء سالناها كيف بتواجه وبتتفاعل مع الاشاعات وطاقتها السلبيه. شيء طبيعي، الفنان دايما بيبقى عليه سبوت والناس بتبقى عايزه تعرف عنه كل حاجه، بالذات لو كان فنان ناجح ومحبوب. كيف بتتعاملي مع الشائعات؟ كيف اذا زوجتك خبريه بشعه شائعه، كيف تتصرفي معها؟ لا خلاص كنت الاول بزعل، دلوقتي خلاص يعني اتعودت. عارف انت مش انا بس، الوسط كله خلاص تعود يعني. شكرا يا غادة على هاللقاء، نحن ومحبينك ناطرينك برمضان 2024، وكلنا ثقة انه النطرة رح تكون على قد طموحاتنا بعمل مميز مثل ما عودتينا.